مزينة. سمية صباح النور. صباح النور وائل. صباح الخير لأولاد. صباح الخير. صباح الخير مستمعيكم زفام. فعلا اليوم معنا طاجين فصدق. نهار ما يعجبهاش طاجين الفصدق لازمكم تجربوه وتعطيوني رايكم. مش ما يعجبنيش اما فكرة برشا الفصدق في الماك معناها الفاكهة في الماكلة ما تعجبنيش برشا. ساعات يعملوا كان علوش علوش في الفور وفي الدقام زي ما صحش. تحب الكبسة انت؟ الكبسة باش يعملوا الفاكهة يعملوها بالفاكهة. نحبها كان زبيبك هاو ما نجمش ناكلها الفاكهة في الكبسة. والله نقي فيها نحيها بسم الله عليك. ولا اما نصوروا راهو بيني وفيه برشا نصوروا طاجين كيما كان تاع مناسبات وعروسات. نحكي على حاجه سليمه حنا تو سليم سليم تري بيان. اي كيفاش الطاجين؟ خمسه مغارف زيت زيتونه، زوز بصلات مقصوصين جويدين، 500 غرام جلبانه، 250 غرام لحم مفروم، مغرفه كركم، مغرفه صغيره فلفل الاكحل، مغرفه صغيره تابلو كرويه، مغرفه صغيره ملح، و25 سنتيلتر ماء يعني ربع لتر، 150 جبن غروير رابي، حفنه فصدق مهروش للي يحب، و6 كعبات عظم. ولو انه الفصدق راه باش يبان الطاجين برشا دونك ناخذ مقله نصبوا فيها الزيت نحطوا فيها نحطوا على النار، نذبلوا البصله في الزيت هذاك مليح، زيدوها لفحات الملح والكركم والفلفل الاحمر والفلفل الاكحل والتابلو المغرفه التابلو الكرويه، نزيدوهم اللحم مفروم نقليه الكل مليح، بعد نمرقوا بكويس ماء نخليه المزيج هذا يغلي، ناخذوا الجلبانه نحطوها في كسرونه نزيدوها شويه ماء ونصمتوها في الماء لين ننشح منها الماء مش برشا يبقى فيها شويه ماء، نرحيو الجلبانه بالميكسور بلونجون نردوها اون بوري الجلبانه هذه. طيب نخلطوا الكل، نخلطوا الخليط نتاع اللحم اللي كان قر زيت وسيان، نشحم الماء، نصبوا البيوري نتاع الجلبانه، نصبوا فوقهم ستة كعبات عظم، ستة كعبات عظم جبن ملحي، حفنة الفستق المهروش، نخلطوا الكل، نصبوهم في مول نتاع طاجين يكون مهدوهم بالزيت، ندخلوا يطيب في فور يكون سخون على 180 درجة حرارة مدة 35 دقيقة، كيف يطيب باش يكون لونه مزيان باش يكون هكا منفج وبنين برشا، ما عليكم كان تجربوا استخضر شوية ما لونه أخضر يعطيك صحة. أنت قلت لي بكري ما ترى موش اسمه طاجين الفستق على خاطر يلزم يكون فيه الفستق. أي مش بالضرورة. مش بالضرورة على خاطر شكله ولونه كالبيستاش. ولونه كالبيستاش. هو principalement طاجين جلبانة دخل. طاجين لا هو اسمه طاجين فستق راه. الاسم هو اسم فيه مغالطة معناها. توينسا يسميه طاجين فستق. يحطوا فيه راه ويجي فيه الفستق. واللي ما يحبش ينجم يخليه بالجلبانة والحم. أما كمان اسمه طاجين يعطيك الصحة. شيء نورمال عادي برشا حاجة اسمها حاجة وهي حاجة أخرى. إيه أنا قلت لك مغالطة في الاسم. مغالطة مغالطة كبيرة ربي سامحهم يا. فما حاجة قالتها سمية في الأستوت معناها جلبانة هي بنين على خف طاجين خاطر عندها حلاوة سبيسيال كي تاكل مع الفستق يولي فما جو آخر نتصور. تو اللي تاكل فستق انت؟ لا تو فهمتها تو كي قالت فصل الجلبانه تو فهمتها. فهمتك. للديسير باش نعملوا كيك ما غير تياب كيك بالشوكولاته دونك باش ناخذوا 5 مغارف سكر، 100 غرام شوكولاته كحله، 4 مغارف كاكاو مر، 125 غرام زبده، كاس حليب و300 غرام بسكوي يكون من نوع الباهي اللي قرمش مخدوم بالزبده دونك في بان ماري نذوبوا الشوكولاته. فما دي بسكوي ما همش مخدومين بالزبده وائل فهمت واضح وفما دي غير ما نقولوها انا نقول قولوا سمية اباز دو سيريال يعني اباز دو سيريال اباز دو سيريال اي ياتي بصح في بان ماري نذوبوا الشوكولاته والزبده على نار هاديه نحركوهم مليح لين يذوب الشوكولاته والزبده ويتخلطوا مع بعضهم، نزيدوهم السكر نخلطوا باش يذوب السكر في الخليط هذايا، نزيدوا الكاكاو المر نخلطوه مره اخرى، نزيدوا في الاخر بكل كاس الحليب ونقعدوا نخلطوا لين يعقد الخليط هذايا نتحصلوا على خليط خاطر وأوموجين. ناخذوا صحفة نفتفتوا فيها البسكوي يعني هذي 300 غرام بسكوي نصبوا فوق البسكوي هذي خليط الشوكولاتة نخلطوا مليح 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 لين تدخل الشوكولاتة في وسط البسكوي ويتبدأ سخونة هي تبدأ سخونة كيكة ونحطوا في مولة كيك يكون مستطيل نحطوا بابي فيلم البلاستيك هذيك نخليه هي بتاع جنبات نصبه في الوسط الخليط متاع البسكويت بالشوكولا متاعنا ونلفه فوق بقية البابي فيلم وندخله الكونجيلاتور مدة 4 سوايع مينيموم. بعد 4 سوايع نمدوا الخيك متاعنا سيس مل ويبس نذوبوا 200 غرام شوكولاتة كحلة واحدة أخرى ولا شوكولاتة بالحليب كما تحبوا شوكولاتة بيضة نذوبوها مع شوية زبدة ومع زوز مغارف كريم فريش في فوق بان ماري
بعد نصبوها فوق الكيك نتاعنا هذيا، نخليها تبرد شويه الجناش هذيك اللي الناباج هذيك اللي عملناه، ومن بعد نقصوا الكيك نتاعنا ترونشيت وتاكلوا بشويه بين برشا 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 برشا. سمية تعرف نفس الروسيت هذيا كنا نعملوها قبل، اما نعملوها رولي بعد نقصوا دي ترونش على فورم سيركولير، ما تجي مزيانه والمنظر نتاعها من داخل مزيان، نعملوها الجناش من الفوق. وفما زاد اللي يرحي البسكوي اكثر من الكيكه ويزيدوا الشوكولاته ويعملوا كعابر يحطوا في الشوكولاته الذايبه وفي الفاكهه ويحط لك عبر هذوما في دي كاسيت نتاع اون بابيي يخرج كيما ديزون الفيريرو روشي كوا اي جوست مع تاع البسكوي مش يقعد من داخل يابس شويه تقرمش قرمش يعني فما تريفيت يقعدوا يتقرمشوا برشا شيت وين هذا البسكوي. انا برجوليا وائل نحب نقترح روسيت الغدو الحي. ايوه تو رمضان قرب واحنا بون انا في دارنا كنت في رمضان كل ليله كعاود نعملوا عصيده وفازات. انا عرفت خاطر تو كنت تحكي لي والله نجوت التو كل صباح مو مش كل صباح بون اي حد كل صباح على الاخر سيرتو نعملوا بالماء الورد ونعملوا فيها اللي هي المهلبية المحلبية 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 مهلبية نقول مهلبية بالمغربي مصري ومغربي ومشرقي احنا نقولوا محلبي تتعمل بالروز وبالحليب روز وحليب وفاكيا ما نحرقوش الرسمه وديف كويسك معناتها الغله الشيحه المقصوصه جويده زبيب وخوخ مش باين احنا زبيب خاطر تقولي تحبها نار خلي بالفاكيا باش تاكلنا من الفاكيا عطوني كلها وجي معايا في من دارنا يعطيك ساعه يا سمي ان شاء الله نحكي على المحلبيه لقيت هذايا في اسمه مزيان شهيه طيبه للجميع نوزينا اسمه مزيان